خواف انت يا انا ابارت الموند ما على بالي حتى بواحد. يا لالا يا لالا مالا شكون قعد انت؟ هاي هز القفه برق لي هاي. ليه نوري مش نورمال. كيما سمعتوا باش نطيب شيش كباب ايراني. مرحبا بكم في كوجين تاع عاشور، ما تبعدوش باش هكاك نشوفوا كيفاش يطيب الماكله وزيد تشوفوا شكون الضيف نتاعنا. ما تزابيوش وما تمشيو لحتى بلاصه. نوريا هرانا جينا. اهلا اهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا، شرفتنا ونورتنا يا سيدي. الله يسلمك نوريا، واش راكي صافا؟ الحمد لله، وانت شنو احوالك؟ صافا صافا الحمد لله. بصح احمد شحال يحبوا سكان المملكه غير يشوفوه يجبدوا الحمام ويدوسوا معاه لي فانيت. هاك علي هاك هاك هذيك. علاش انت زرست العقل ظاهره؟ شو انا ندرس العقل كاع لحم انا. بصح نوري بركه ما تخبي، ما انت عندك لي فان بزاف. ايها برك ما تمري يا صاحبي، بدي لي مشاكل ولا؟ شوفي نوري هاكي احمد، انا غادي نروح هنا غير ليه ونجي. ها ليه ليه تاعك وليت نعرفها، شو ربع سوايع رقاد ديرك. اه صاي بديت تفهم بزاف انت. ايوا اسطا لا فيستا. ايوا يا سيدي مرحبا بك، شرفتني ونورتني. اليوم باش نطيب لك ميكله بنينه وتنجم تكون جديده عليك. كليت قبل شيش كباب ايراني؟ نو جامي. اه ميلا اليوم باش تذوق شيش كباب ايراني وتقول لي شنو قولك ان شاء الله. وانتم زيد اقعدوا معنا باش تعرفوا كيفاش تطيب الاكله نتاعنا. ما تزابيوش وما تمشيو لحتى بلاصه، اقعدوا معنا في كوجين تاع عاشور. مرحبا مره اخرى سيد احمد، شرفتني. الله يسلمك. نوري مشير قدرته ويخليني انا تعبه في الكوجينه. ايوا كان مش انت بحذيه تو باش تعاوني، يخليني وحدي. شفت كيفاه تقوم بكري انت؟ في رمضان نو لابريميدي. مالا نحكي لك عن نوري هاك كيفو انت زيد؟ كيف كيف ناري كيف كيف نهار جيست. وكي تقوم مأخر تنجم تقضي قضيتك وتنجم تخرج وتنجم؟ لا لا هي جينيرالمون نقضيو تاع ان سيمان دونك ماشي اشاك فوا نروح المارشي اكسيتيرا. ما عندكش معني هاك القضيه نتاع رمضان ولا السويق ومرش؟ نو نو خاطيني ما نروحش المارشي كامل في رمضان. ليه فاتتك برشا حاجات؟ اه بيان سور مي بون. نكهه رمضان ما تحسش بها هكيك؟ ايه ما نقدرش نوض امبوسيبل نوض الصباح. ما امبوسيبل. لا احنا في المهنه في العاشوريه القضيه كل يوم، ما عندناش هذه اقضي جمعه وحط القضيه. لا احنا نقضيو الجمعه كاريمون ونريحوا. حتى الخضره؟ وي الخضرة سمانة تشد. كيفاش تشد؟ وي سي تشد الخضرة كاع تشد سمانة. ديري دفي تاعها كاع سمانة نورمال. لا لا أنا كل يوم النور يلزم يمشي يقضي القضية فرشكة والخضرة فرشكة باش تبدا جديدة. كيما اليوم قضى لي هكايا باش نجم نطيب لك ماكلة جديدة. احنا المقادير نتاعنا اليوم باش نستحقوا اللحم مفروم، باش نستحقوا بصل فرشك مقصوص جيد والثوم، وباش نستحقوا في اللفاحات نتاعنا بصل شايح، ثوم شايح، بابريكا، فلفل اكحل، كركم وملح. وباش نستحقوا لهني للياغورت به، وباش هذوما السفافد اللي باش نعملوا فيهم اللحم نتاعنا. ان شاء الله ان شاء الله باش تكون سهله على الاخر. اول حاجه باش نحطها باش نعمل اللحم نفوحه. ملي ما طيبش سيد احمد بالكل؟ لا نو بالكل بالكل. عندي هكا ندير انت توش هكا في لاصال عندي فوا مع مايونيز وكا هذا ما كان. معناها عندك سلطه باهية ميلا. بون ماشي سلطه انا شغل هي تكون واجده ندير لاطوش الاخر هذا ما كان. شنو معناها تقوم مأخر وما تطيبش وتعمل التوش تاع السلطه هكا في الاخر؟ ليه انت معرس؟ وي معرس. ايوا ومرتك كيفاش ميلا؟ محدها في كل شيء بالله غير وحدها مسكينه. اي الحمد لله مانيش وحدي انا ديما نسخايل النوري بركه هك. هك طلعت كيفوه. شوف حطينا اللحم وحطينا البصل واللفاح نتاعنا كيما قلنا باش نحطوا الثوم الشايح وبصل الشايح فلفل اكحل بابريكا كركم وملح باش نحطهم الكل. اوكي اوكي باش نخلطوهم بالقدا بالقدا وباش نحطوا الياغورت نتاعنا مغرفتين بركه. اوكي ياغورت ناتوريل ونخلطو. ملا يظهر لي اليوم باش نخليك انا انت تعاوني في الكوجينه بالحق باش تعمل حاجتين. وي شنو مدرة؟ سلاطه.
خاطرك سهلة، عرفت لي باش نقول لك اعمل السلاطة. ايه سلاطة باش تعمل السلاطة وباش تعمل معايا اللحم. اوكي. دونك اليوم شقا نفطر انا وياك باش هكاكا كان الحكاية عجبتك تولي تروح الطيب ومرتك تولي ترحم على النورية تقول لا نورية عملت فيا ثواب. اش عندك جديد سيد احمد؟ جديد عندنا فات الله ويفوت هذه الايامات ونتمنى يعني ينال اعجاب تاع المشاهدين. اون بليس سلسله تاع جعفر قاسم. ايه صح عليك. كيفاش لقيت الجو فيها؟ بيرسو فريمون اكسبيريونس بزاف شابه، تلاقيت بعبد اللي شغل حبيتهم بزاف وعشت دي مومون دو بونور بوندون تورناج فوالا. نتمنى يعني تكون اعمال هكا على مدار السنه. من سيد احمد على طول العام دابا فماش خدمه كان رمضان. في الاعمال التلفزيونيه وي مالوريزمون نستناو كامل لا بيريود تاع رمضان بور تورني لي فيتون لي سيري رمضان. من عندك حاجه خلاف التلفزه؟ وي نخدم في تياتر. اي بالرغم تاع لي ديفيكولتي تاع لي بيجي اكسيتيرا لي زيسباس وين نريبيتي ونحكيو على يعني لي زاسوسياسيون لي كوبيراتيف. دونك فريمون ديفيسيل بور موندري زعما ديجا بور نلقاو ديجا لي كوميديان نلقاو لي زيسباس من بعد نحوسوا على لي بيجي اكسيتيرا سي فريمون ديفيسيل. و سينو لي فيلم سينما اللي يعني مؤخرا فريمون لا بيريود كانت حابسه دونك كلش حبس فوالا. ولا فترة صعيبة عليكم برشا. وي بيان سور سيرتو العام اللي فات مع الظروف تاع الكورونا وكاع بزاف الناس اللي انضروا يعني سيرتو لي زاكتور يعني اللي يشتغلوا يعني بلي كونترا اكسيتيرا سي فريمون ديفيسيل. ميلا انت فرحان بحكاية الخدمة مع جعفر قاسم؟ وي خاطرها خليتك هكا في اجواء مزيانة اجواء حلوة. وي. اه حسيت روحك اكزاكت باسكو ثاني كانت يعني في بوندون التورناج فريمون واحد اتموسفير فاميليال اكسيتيرا اتموسفير دو كرياسيون نحيي كامل الناس اللي كانوا معنا التقنيين من لي زاكتور كامل باسكو كانت فريمون اون فامي اون فامي كل هذا يحب هذا هذا يخاف على هذا هذا يوري لهذا سيتي فريمون مانيفيك. صح عليكم. اسمع تو باش نجيب لك السلاطه انت باش تقد السلاطه وانا باش نقد الكباب وباش تعاوني بعد في الكباب. صح ماتش. عندي لهنا ها طماطه وعندي الخس كل شيء موجود. اوكي. يا سيدي. بسم الله. وريني هالتوش نتاع السلاطه نتاعك. هاي صحيفه باش تحط فيها. انا باش نعمل هكا. اوكي. سهلة برشا العملية باش نعملو هكا دورات. تحب التنويع في الماكلة ولا ما تحبش تاكل حاجة جديدة هكا ما تعرفهاش؟ نحب نكتشف بزاف سيرتو في لي بلا اكسيتيرا سي الاكتشاف باهي. وي. وشنو أحسن بلاد تحب ماكلتها؟ بون ماكلات جزيرية. نحب الجزيرية معناها ما مشيت لحد ما يعني قعدت في الجزائر. إيه مي أون توكا عندنا بزاف لي بلا ميم حنايا عندنا كاين دي بلا اللي ما نعرفوهمش فوالا. وي. سي فري الجزائر تبارك الله كبيرة ومنوعة. كبيرة وي. وفي الماكلة أنت مادام معرس تحب ماكلة أمك ولا ماكلة مرتك؟ والله لي دو باسكو اللي أحسن. سي با كيستيون أحسن كيستيون الماكلة تاع يما سي لا لا الحقيقة الماكلة تاع يما سي الماكلة اللي كبرت عليها ديجا شاك بلا ناكلو تاع يما سي نعاود نفكر بزاف لي سوفينيا يعني نعاود نفكر باسكو يما عبك شغل تعطي لك لي بلا لي ميم اللي كنت كلهم صغير دركا شغل متبدل فيهم متبدل فيهم حتى معناها ديما ينجحوا فوالا والماكلة تاع مرتي شنو هي أحسن حاجة تاع أمك الطيبة؟ الشربة. إيه الشربة تاع يما بزاف شابة بزاف بنينة بزاف شغل انا بور مو هذيك هي شربة هكا تصدر. ايوا ومرتك احسن حاجه شنو؟ مرتي عبق مرتي مرتي هذيك الماكله بار اكزومبل لي غراتان اكسيتيرا شغل قاويه فيهم. اي وي قاويه فيهم بزاف. اي فوالا باهي هكا عندك التنويع. عندي التنويع في الدار عندي شغل فاري الماكلة لي بلا تراديسيونيل مودرن فوالا وتكملها انت بالسلطة اللي انت تعمل وانا عندي لهم لاطوش تاع مايونيز سيناتير
خاصين يعطي تاعك شغل حاضر في رمضان. تحط المايونيز هكا هو. وي بيان سور. ما تقصش معناها. نو ما نقصش هكا درت لي فور شغل كبرت بيك. هاني نشوف هاني نشوف. هي شغل جينيرال نلقى سلاطه واجده. ايه. مي ماشي مدوزنا كيما حنايا طولها. ايه. فوالا انا نجي ندير المايونيز هكا وشغل ندير دي فورم. زاده. وي بيان سور. وتماركي لي انت طيبت. وي بيان سور خاصين يعطي تاعي. نرجعوا انت ممثل دونك مسرح وتلفزه وسينما سنه عندك التلفزه كما قلت شكون احسن مخرج انت تعاملت معاه هي احسن ما نحبش نسميها كاحسن مي سي دي رياليزاتور اللي ماركاوني بزاف في حياتي وكل واحد يزيد لي حاجه تبقى الاكسبيريونس تاع ولد الحلال اللي درتها مع المخرج التونسي نصر الدين السهيلي اي وي ايطاب بور موا زعما شغل جامي ننساها ليا السالم باغ اكزومبل في السينما اللي تعاملت معاه ما ننساهاش ثاني جعفر قاسم ثاني لا انت تو هكا تسمي لي فيهم الكل لازم فما واحد قريب القلب نو ما كانش واحد قلت لك باسكو سي با ما نقدرش خاطر كل واحد عنده دي بوان فور تاعو تي فوا ما نقدرش نسمي واحد امبوسيبل وفي لي زاكتور زاد باش تقول الكل كل واحد عنده لي زاكتور احسن ممثل تعاملت معاه ايه لا ولا حتى ما تعاملتش نجم ماهوش البارتنير نتاعك ما ترتاح له نرتاح له هو اللي تحب تراه في البلاتو هو اللي مصطفى العريبي ايه نرتاح له ترتاح له مي كاين بزاف زعما شغل نحضر على الناس اللي حضروني دركا مي كاين بيان سور وشكون فيهم صاحبك؟ صديق ممثل صاحبي اللي انت وياه لازم تتقابلوا تقعدوا توا في رمضان تخرجوا يوسف سحيري صاحبي سي مون امي اللي شغل لازم نتلاقاو انا وياه ايوا شاي توا باش تمدي يديك صاي السلاطه كملتها نو سي بون السلاطه انا درتها على حساب هذا هذا الطبسي يلا توا انت باش تاخذ كيفي هكا طري في الحم وباش تجرب هكا بشويه بشويه اوكي يلا من بعد باش هذيك باش تولي لك تردها لي احسن سلطه في العالم بيان سور شابه بزاف باش نخلي لك كعيبتين تعملهم انت اوكي اعطيني التوفيق يلا سهله شوف الكعبه هذيا كملت اوكي بصح هكا طلع النيفو درك انا قاعد نقطع في طوماطيش بصح درك كيفاش ندير لها هذه صح ما نعرف كنت نوري فيك يلا تبعني اوكي اغسر بيدي تسمى بيدك ملا شنو؟ من علاش قلت لك انا باش تقدها شو اعملها هكا بولات اوكي صغيره زيد شويه مش حاح انت ها سا ديبون سا ديبون قول لي ليه مانيش مش حاح حطها وتبعني سي بون يلا بشويه بشويه هكا اوكي فوالا سيد احمد قطاع الفن الكل وخاصه التمثيل تحسوا مش منظم مازال هكا مهمش شنو الحل وشنو انتم تنجموا تصلحوا في هذا الكل انا بور مو باكش قلتي درك سي فريمون في محله ماشي منظم يعني دومين ماشي منظم و اشاك فوا يديروا ندوات ويتبحثوا ويحكيوا كيفاش يتسلكتيريو هذا القطاع وشنو هو الميتي داكتور ديجا وسي كوا ليطاج ولا برودكسيون كاع انا في هذا السوجي حبيت نحكي حاجه باسكو العام اللي فات درت انترفيو صح وجورناليست قالت لي انت سورتون تاع المعهد العالي وكذا قالت لي ابار التمثيل واش دير عبك تبان لي غير في البلاد هذه اللي حكيو سيجي ما يعتبروهاش مهنه تيماجين انت طبيب تقولي له ابار الميديسين واش دير قلت لها سي مون ميتي زعما انا قريت جبت الباك دخلت الانستيتي وخرجت مي تيماجيني يقول لك واحد جورناليست باسكو ماشي عمي يشوفك هكا بالك واحد الشعب يقول لك انت ابار ميتي داكتور واش دير نقدر نفهمه اما صحافي تولي بيزار صحافي شغل فريمون بيزار لا كيستيون هذه وصح عندها الحق باسكو اغلب يعني الممثلين اللي عندنا سي عنده ميتي واحد اخرى واحد ممثل يخدم في لابوس واحد ممثل يخدم في البنكة واحد ممثل معلم تسمى فريمون شغل ميتي ولا تاع هوايه كوا خاطر مش منظم ماشي منظم ما كانش قانون يحمي هذا الفنان بصفه عامه واشاك فوا نحوسوا نديروا اسومبلي وكذا ونحكي وكذا يصراو مشاكل نعطي لك اكزومبل في تياتر باغ اكزومبل باش ديري كوبيراتيف كتير لي ستاتي تاع الفلاحه ليبوك تعاونيات فلاحيه نطبقوهم في التعاونيات الثقافيه كيف سي لي ميم لوا
ها هو البروبليم سي تبان لي هاد الامور لازم لها اون فولونتي بوليتيك كبيره من عند المسؤولين كبار اللي يجمعوا الناس ويريحوا في الطابله ويحكيوا على الضمان هذا يا يحبسوه كاريمون يا يمشيوا على الدراي. ما يساعدنيش فوالا يا يمشيوا على الدراي كيما دوطر بي فوالا. انتوما زيد يلزم تيقفوا عبالك نحكي لك بالك تروازيام كاتريام فوا اللي تلاقينا بزاف عباد وما درنا والو باسكو ما تقلقوش خليها خمس مره وسادس مره وسبع مره ان شاء الله اسبيرون ثاني نديروا النداء لكامل لي زارتيست مادا بينا نتحدوا بيناتنا ماشي واحد يضرب واحد ونبقاو نستناو في بعضنا ونتقاتلوا اكسيتيرا قد ما نسقموا الضمان هذا ومابقاوش نحكيو باللي دخلوا علينا الناس وكذا مي باش نحميو روحنا هذا كلمة واحدة الفن تاعنا سي صح بصح باهية برشا الكبيب نتاعك هيلا صح المشكلة تاعي ما نقدرش نرفد هذوك عليه الشغل طيح تراه جرب هذا جرب فسني فوالا هاك شوف كيف ما عادش تسبق تقول حاجة تقول باش تجي لي مش بيها كمل الكعبة الأخرانية أنت السلاطة نتاعك سي هيك مقصوصة وي باش نفوحوها بركة هكا عصيرة قارص شوية زيت زيتونة شوية ملح والسلاطة حاضرة أوكي. بعد التوش اللي تحكي عليها مانيش باش نعملوها احنا في العاشوريه ما عندناش المايونيز ما كانش دوما مش راكم تراطيو المره الجايه نجيب معاك المايونيز معاك الكباب حذر جست باش نحطوه يتيب من بعد هذايا كيفاش باش نزينوه مع الرز يبدا طايب مع الزعفران والخبز الايراني كليتو قبل نو مي لكل شيء جديد اليوم كل حاجه جديده هكا قول عاد بعد النوريه مش تدلل فيه يعطيك الصحة بيجي هاو الخبز نورية عيشك صحة باجي اش بك تشوف فيها هكا شفت جن لا لا كثر وشنو شبعت كل واحدة جن النار يخدم معنا باجي نمشي جني النار يا بيجي يا بيجي يا سيدي شرفتني يا جن النار مرحبا بك مره اخرى الله يسلمك ميرسي بوكو نوريا ميرسي بوكو على عبك علمتيني بزاف حفايس اليوم سانسيرمون والله كي تروح باش تطيب وباش تعاون مرتك وي وي نسيت هكاك تطيبوا شقه الفطر مع بعضكم وي اقعدوا معنا باش تشوفوا كيفاش نزينوا الماكله نتاعنا بالروز والخبز الايراني وبرشا حاجات هكا مزيانه في الطاوله ما تزابيوش كملنا طيبنا شقان الفطر اليوم وكا مش وحدي انت عاونتني في كل شيء نو ما عاونتكش انا درت دو بروشيت شويه سلاطه لما كان ما مش سلاطه انت عاوتي شبحتيها فوالا المهم شقان الفطر جاهيل اش قولك الساعه نو بزاف شباب بيزيالمون بزاف شباب اون بليس عباك بلي هذا ما باليش وقتاش كليتو مي كليتو على بالي ناسيوناليتي ما كانش على بالي بلي ايرانيه يعطيك الصحة ديجا تعلمتها اليوم وكاينة حاجة واحدة أخرى ديجا هو شباب مي على بالي بلي بزاف بنين ديجا باسكو أنت طيبتيه ميرسي بو عيشك كلامك عسل الله يحفظك إن شاء الله كي تذوق زاد يعجبك إن شاء الله نورية نعم يا درا صايف ريتوها إي نوري ما تقول لي والو باينة ملي خبطتها بركدة ما لقيتش هذا ونط قول لي أحمد على بالك بلي مولاي راه وناض راه محبني عليك هيا نفوتو خويا. هيا اوكي. نوريا ميرسي بوكو، جي باسي ان بون مومون هنايا يعطيك الصحة وديجا شرف كبير ديجا جيت الكوزينة تاعك. يا سيدي مرحبا بيك في كل وقت، المرة الجاية تنعمل لك ماكلة نتاع بلاد أخرى. إن شاء الله ميرسي. ميرسي. قولي سي أحمد بان سقسيك، أنت ما راهش سقسي عليك مولاي كيما هكذا، عندك العرف معاه؟ نوري، على راك تسقسي؟ لا بغيتك تشوف لي باش تزيدني شوية في الخرصة، على بالك بلي مسمار تاع بصح. هيا الصحة هيا نروحو نشوفوه. نستعرض لك انت لي زوم شوف راك تني بلا تاع كروفات بيان كري اون سونس صح قول لي وقتاش ساهل ساهل مالك ساهل روح روح ايه يا سيدي النوري استدعى الكروفات شوف يا سيدي غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت كوجينة عاشور نحب نلقاكم تستنوني وانا زاد نستنى فيكم شهية طيبة وصحة فطوركم كباب ايراني باش نستحقوا كيلو شاورما مرحيه بصل شايح مرحي ولا فرش كيف كيف ملح 4 مغارف صغار مايونيز 4 مغارف ياغورت طبيعي 2 مغارف قارص
نص مغرفة فلفل دريس، كركم، ثوم بودر وأعواد الشواء.